enemy dropping into the AO. يعني مش بس اللعبة ماتت، لا بيكرهوا الناس باللعبة كمان. لا يا مزان، يعني انا بكلم، مش بكلم على الناس اللي ضدك، بكلم على التيم ميتس. التيم ميتس والله انا فاكر كانوا بيساعدوا يا اخي. كانش عندهم الحركات بتاعت كول اوف ديوتي. لا باتل فيلد جون ايوه كان بيساعدوا حرفيا. They revive you, revive you. تطلب منهم revive. They revive you. They don't care. The team, ده الصح. باتل فيلد ماتت اول ما باتل فيلد 1 خلص. اكبر غلط EA عملت ان ضغطت على دايس يعملوا باتل فيلد 5. Which is an incomplete game اصلا. باتل فيلد 5 والله والله العظيم. It needed 2 years to develop it, not just 1 year after, you know. Watch the skies. Listen, they took 2 years, صح؟ Battlefield 1 got released in 2016, صح؟ Battlefield 5 got released when? 2018 ولا 19؟ 18. They took 2 years, they needed more than that, صراحة. هم عملوا إعلان لباتلفيلد 6 ولا حد معبرهم. Enemy soldier incoming. وانا حاسس حكل لعبة وسخة عشان they made it futuristic. لان كول اوف ديوتي بعد اللي عملوه امبارح مع السلامة والله خلاص. بس الفيلد فان الله يرحمه، شفت اللي عملوه امبارح؟ اوف يا اخي، ان جيم ايفنت وحركات يعني. بعدها حطوا اللعبة في الستور، يعني منظمين، هي هنا الفكرة. سيبك بقى من ميكانكس بتاعت اللعبة والكوميونتي وكل الكلام ده، بس ان هم عملوا حركة زي كده الصراحة تحسب لهم يعني. اي نعم مقتبسة من فورتنايت، بس اوكي يعني فاهم، فورتنايت اقتبست من لعب كتير يعني. دلوقتي فورتنايت عندهم نيو سيزون، تعرف؟ حطوا افنجرز، حطوا افنجرز النيو سيزون بتاعهم، خلاص حرفيا ماتت والله. قال لك افنجرز النيو سيزون. دلوقتي الناس اللي بيلعبوها فقط اللي هم الناس اللي هم لسه بيحبوا يلعبوا فورتنايت، زائد الناس اللي بيلعبوا التورنمنت بس. لان هم لسه شغالين في موضوع التورنمنت. Alright soldier, mark a drop point. Dropping into the AO. Enemy UAV overhead. Hunt the enemy down. آه مش كان كل حتة يا. محدش موجود يا شباب. ما سافر آدم الله أعلم. والله ما عارف يا أخي، آدم غريب. ليش آدم ما يدخل في أوقاتنا العادية الساعة 11 بالليل؟ ليش أشوفه بس في العصرية؟ هو يروح فين؟ هو فتحش. أنا على فكرة كنت فتحته اليوم، النهاردة كنت فتحته اليوم. فتحش. انا كان عندي رصيد كنت حابب انا اقول يلا تعال اي حاجه نفس. بس مسكين شكله هو مع العائله. هي يوم الخميس صح؟ احنا بس 5 كيلز فرقه عن ال فيرست بليس، والله ممكن نعملها يعني.
خلاص نطلع اللود اوت الحقيقيه. عم استعمل فمس على اساس بعمل له ابجريد، بس ما فيش فايده، اسلحه تعبان. طلع ال MP5 تبعه. ايش اللي حصل ب شنو كان اسمه؟ فال. No, he was one bullet. يا حيوان. كرقعوا كرقعوا. كله بيضرب في كله. نزلت معاك، شفت الكلب مات الله يرحمه. اوف واحد. طب اضرب عليه هو، ليه بتضرب عليه انا هيك؟ قاعد في الطور ده حيوان والله. يا سلام يا سلام. كواد كيل برو. شنو الحل؟ ام سلايد. الله عليك. شنو الحل؟ بعدين قتلني نوري وكان وان شوت والله. تعال ننزل سوا، ننزل سوا، تعال نختار مكان. تعال ننزل هنا. مع السلامة. مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة، يا سلام. والله يا برو ان البنج هو اللي بيفرق، والله. ولا كلهم نوبس اصلا. حرام يا اخي نلعب على 300 بينج. شوف دلوقتي 30 بينج. هنرجع يا الله. يا اسحب. Builder 2-0, good. Allied UAV overhead. Enemy advanced UAV overhead. Prepare for attack. And
overhead. Request recon flyover. Copy. UAV on approach. Getting radar sweep. Enemy advanced UAV overhead. Enemy soldier incoming. Gas is closing in. في واحد وراك. Enemy UAV overhead. خلاص الله يرحمه. Be advised. Advanced UAV is out of fuel. Returning to base. أنا هنا في الغاز. Moving. Enemy advanced UAV overhead. Prepare for attack. من most wanted. عليها فلاج. ينزلوا عليا. أنا بقتلهم. هذا fucker not dead. Oh, come on, we're gonna win. I'm back on line. Dropping into the AO. Dropping into the AO. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Good work. That is how you. Nice! Victory! Hello, let's go! You won without me, harap! Harap! Without me, nothing!